الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت شبكة بلومبرغ الاقتصادية إن العراق بدأ باستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا بهدف تقليل الاعتماد على المصدر الإيراني نتيجة لخلافات مع طهران. وأضافت الشبكة أن خطة عراقية تركية للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة تعود لعشرين عاماً مضت، بدأت بالعمل الآن، حيث بات العراق يستورد نحو 300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من الخطوط التركية بخط ممتد على مساحة 115 كيلومتر، موضحة أن الخط الجديد أصبح يغذي محافظات نينوى والتأميم وصلاح الدين. أعلنت وزارة المالية في حكومة السودان عن إطلاق دائرة المحاسبة تمويل رواتب موظفي الدولة منتسبي القوات الأمنية لشهر تموز. وقالت الوزارة إن دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإجراء تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز الجاري، داعية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بالوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتبهم وموظفيهم. قالت وزارة التخطيط في حكومة بغداد إن المسح الذي بدأت به في شهر تموز من العام الماضي من المؤمل أن ينتهي بنهاية الشهر الحالي. وأضافت الوزارة أنه بنهاية المسح ستكون أمام نتائج جديدة لتحديث خط الفقر سنويا في ضوء مؤشرات التضخم ونتائج المسوح السنوية المستمرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية. وتشير البيانات والتقارير السنوية إلى أن مجمل الأسعار في العراق ارتفعت منذ عام 2017 وحتى عام 2023 بنسبة تصل إلى 95%، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 84% والإيجارات بنسبة 78%. ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الوطنية للتنمية الزراعية ناداك السعودية بنسبة 71.8% في الربع الثاني من عام 2024. وقالت الشركة إن أرباحها بلغت نحو 111 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 65 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، مضيفة أن نمو صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.53% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في شهر أيلول. وارتفعت أسعار خام برنت بمقدار 48 سنتا لتصل إلى 83 دولارا و10 سنتات، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 42 سنتا لتصل إلى 80 دولارا و55 سنتا للبرميل. ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 من شهر تموز الجاري، والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.